تسألها ليش كلمتي؟ ليش أرسلتي له صورك؟ ليش طلعتي معاه؟ ليش جلستي معاه؟ تقول لك والله ما لقيت أحد يفهمني في البيت، أبويا قاسي، أمي قاسية، أخواني ما يسمعوني كلام حلو، عشان كذا أنا رحت دورت على شاب يسمعني هذا الكلام. تبرر لفعلها في هذا الذنب العظيم، وأنها أرخصت نفسها وسلمت عمرها وضيعت شرفها مع هذا الشاب، تبرر هذا الأمر وهذا الذنب وهذا المصيبة اللي سوتها، تبرر بأنها وجدت قسوة من أهلها ومن إخوانها. اسمعي، اسمع، يوسف عليه السلام أخوانه رموه في بير، ما بعد هذه القسوة قسوة، أخرج من البير فأصبح عبد، باعوه برخص وبثمن قليل، ثم يعرض عليه الحرام في بيت العزيز ويقول بصوت المؤمن المراقب المعظم لله: معاذ الله. فالسبب وراء أن كثير من شبابنا وبناتنا يلهثون وراء إقامة العلاقات المحرمة والوقوع في هذه المصائب هو أن تعظيم الله في القلوب قد خف عند كثير من المسلمين والمسلمات. اللهم املأ قلوبنا حبا لك وتعظيما لك وخشية منك، واحفظ بناتنا وشبابنا من كل سوء، واحفظهم من كل جنب، وادفع عنهم كل بلاء وكرب، إنك ولي ذلك.